بس برضو اجيلك يا استاذ محمد. يمكن التسويق الرياضي بالذات في الالعاب الغير كره القدم بيقابلوا صعوبات كتيره، شايف كورونا اثرت على الموضوع ده ولا لا؟ هي كورونا اثرت طبعا مش في مصر بس، هي اثرت في العالم طبعا كله. تمام، بس الحمد لله الحمد لله ونمسك الخشب ما اثرتش في الاتحاد الخماسي فعلا. يعني لا انا عايز اعرف يعني هقول لحضرتك عشان نبص، هو مش عشان قاعد قدامي وعشان الكلمتين اللي احنا قدام، بس هو مان شريف فعلا بيتحرك باستراتيجي منظم جدا. حتى يعني كان بعد الاولمبيكس لما كنا بنتكلم، طب انت هيبقى عندك صعوبه في اختيار مين اللي هيتاهل وبتاع، رد بمنتهى السهوله قال ايه، احنا يا جماعه شغالين بسيستم بقالنا 4 سنين بتحترموا ولادنا تمام، وعارفين الرانكينج بتاعنا ايه، وكل واحد عارف نقطه ايه. يعني مجرد ما الموضوع خلص كل واحد عارف مين يتأهل ومين ما يتأهلش من نفسه، مش شرط يرجع لي ويبقى فيه خناقه ويبقى فيه الكلام ده كله. تمام، فالكلام اللي حطه او السيستم اللي محطوط في الاتحاد الخماسي مثلا كنموذج يعني لموضوع التسويق، هو اللي اديرت بيه ازمه الكورونا جوه نموذج من الاتحادات الرياضيه وهو الاتحاد الخماسي. وده اللي بان في بطوله العالم اللي فاتت بالزبط. واللي بان خلال دعم ابطال الخماسي خلال السنه اللي فاتت، سواء كان عن شركات راعيه بشكل شخصي لابطال زي احمد اسامه الجندي، او بشكل كوربريت عن طريق الدوله لابطال زي اسلام حامد وهايدي عادل كنماذج جوه الاتحاد الخماسي.